الرحمن الرحيم عشان الصيف وعشان المصيف وعشان كمان المراجعه وعشان الامتحانات. تعالي نعمل وجبه لاولادنا، اكل السمك جميله. جبنا سمك بلطي وسط نضفناه بره وجوه وضعكناه وشلنا الامعاء بتاعه وشلنا القشر بتاعه ونقعناه في ميه في خل في عصير ليمون في ملح وشطفناه ونشفناه خالص. وبعد كده علقنا على شويه رز طماطم بتفاصيلهم وحركاتهم وتكاتهم، وعلقنا على شويه شوربه فواكه البحر. تعال نبص على الرز نشوفه بعد ما ايه بدا يتشرب. هدينا النار على النص، قدامك اهو، قدامك التفاصيل. بدا يتشرب، شلنا النار، هدينا النار للنص. اما شوربه فواكه البحر تعال شوفها كده، بص التفاصيل قدامك اهو، بص التفاصيل قدامك اهو. شويه شوربه عشان ادلعهم بقى لعيالي، كوبايه كريم الطهي، كوبايه كريم الطهي، تاخد غلوتين وجاهزه للتقديم. ادخلهم في بعض وتاخد الغلوتين عشان تستمتع بيه. تقدميها بكريمه، تقدميها بمعلقه صلصه، تقدميها كلير زي ما انت عايز، يا بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. زي ما انت شايفه كده التفاصيل قدامك، تاخد غلوتين، تاخد غلوتين وكده جاهز. تمام، يبقى شويه الرز بتوعي بتوع الطماطم جاهزين، خطواتك كده كلها اهو قدامك. وبعد كده شويه شوربه فواكه البحر. السمك جبت السمك بتاعي، تعالى نعمل له التتبيله. بعد ما نضفته، ثوم مهروس، ادي الثوم المهروس بتاعي اهو، شويه عصير ليمون، معلقه مسترده، شويه عصير ليمون، معلقه مسترده. يبقى هنا الثوم، عصير الليمون، المسترده، وشويه ملح، شويه كمون، شويه كمون، شويه بشر ليمون، شويه شطه اختياري للتتبيل، وادخلهم في بعض كده. ادي التتبيله بتاعتي اهو. بعد ما تبلتها كده اهو، تعالى بجيب السمك بتاعي. بص السمك عامل ازاي ومنور وعامل ازاي، استمتع بيه وهو منور كده اهو يا ياسر. ادي السمك بتاعي اهو، ادي السمك اهو، نضفته بره وجوه كويس قوي. تعالى برضو اديله تركه كده وتركه كده وتركه كده عشان ادخل التتبيله بتاعتي اهو، تركه كده وتركه كده وتركه كده عشان ادخل فيها التتبيله وادخل الحراره بتاعتها عشان اسوي اللحم الجميل ده. تعالى نعمل التاني اهو، سكينه اهو، تركه كده وتركه كده اهو. وبعد كده اهو بنفس الطريقه، وبعد كده اهو هروح جايه قدامك اهو السمك بعد ما نضفته بره وجوه وشلت القشر بتاعه. بديله علامتين من هنا ومن هنا عشان ايه اتبله فيها، وفي نفس الوقت الحرارة بتاعتي تخش جواه. خطواتك كلها قدامك اهو، كل تفاصيلك كده كلها اهو. اهم حاجة تنظيفه كويس عشان ما يعملكيش ريحة زفارة في البيت، نظفيه وعيد عليه مرة واثنين وثلاثة كل تفاصيلك. وبعد كده التتبيل، تعال اهو زي ما انت شايف كده التفاصيل. وبعد كده يا حسن اروح جاخداه كده اهو متبلاه بالتتبيلة جوه وبره وخياشيم كل حته فيها اهو، ما تسيبيش حته الا ما تتبليها كويس. كل حته فيها اهو اتبلت بالتتبيله بتاعتي، ودخلي في الفتحات اللي انا فتحتها دي وتبليه كويس. تعال اهو نعيد عليه كله، تبلي جوه وبره كويس قوي، افتحي خياشيمك من هنا ومن هنا وتبليه برضو عشان كل ده بيخش في اللحم. والفتحات اللي انا عاملها من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا قدامك اهو، كل حته فيها اهو، واحده واحده كده دخليها جوه. تاكدي الفتحات بتاعتك كلها اللي احنا فتحناها دخل فيها التتبيله عشان الطعم، وتاكدي من جوه كل حاجه قدامك اهو. وخياشيمك افتحيها من هنا ومن هنا وتبليها، كل تفاصيلك قدامك واحده واحده. وبعد كده اهو، وبعد كده شكرا يا عم، وبعد كده هشوف هنعمل ايه. واحدة واحدة كده اهو عشان تشوف التفاصيل. أهم حاجة جوه برضو التتبيلة تكون من جوه ومن خياشيم، كل تفاصيلك كده كلها قدامك. وأهو تاني، وبعد كده هعمل دقيق مبهر بعد ما تبله كويس جوه وبره، افتحه كويس جوه وبره. كله كده قدامك، وما تنسيش الخياشيم بتاعته عشان تستمتعي. والرز هدينا عليه، والشوربه خلاص تاخد غلوتين وجاهزه. وبعد كده اهو
اخر واحده المساج بتاعها قدامك يا استاذ ياسر، بيقول لك اهو عشان تستمتعي بيها وتتبليها بره وجوه كويس قوي. اي حاجه طبعا لازم تحترم. وبعد كده جاهزه كده. تعالى بقى يا عم ياسر نشوف هنعمل ايه. عندي بقى الدقيق بتاع المبهر. الدقيق المبهر بتاعي اجيب الدقيق هتبله، خد بالك الدقيق بقى اهو، شويه ملح، شويه فلفل، شويه بصل باودر، شويه توم باودر، وكمان ايه يا حسن؟ شويه شطه اختياري. ادي الشطه بتاعت الاختياري. واخد ده كده ادخل فيه كل مكونات التبهير. كوبايه الدقيق دي ابهرها كده اهو كويس قوي واتاكد منه. وبعد السمك ما عدى عليه نص ساعه، تعالى بص اهو، خد بالك من التفاصيل، بعد ما عدى عليه نص ساعه بطنه كويس من كل حته. بطانيه من كل حته كده كويس بالدقيق بتاعك. تمام؟ تعالى بقى شوف التريك يا عم ياسر. انا جايب بوله فيها ميه بتلج، وجايب بوله فيها شويه حبه بركه وشويه سمسم. عشان ادلع بقى السمك البولت ده لعيالي قدامك اهو، تعالى شوف بقى الدلع. تعالى شوف الدلع. هروح بص مسقط الراس دي بص في الميه ساقعه كده. تمام؟ واروح شايلها حطيتها في ايه؟ في ميه في حبه البركه والسمسم، والديل نفس الكلام بص سقطه في ميه ساقعه. وبعد كده سقطه في الايه؟ حبه البركه والسمسم. وبعد كده تعالى ننزله فين؟ القلايه. بعد ما دلعته كده بص البوز بتاعه، المنقار بتاعه والديل بتاعه اهو قدامك اهو، المنقار والديل. اروح هنا اهو منزله اهو جوه زيت سخن. يا تفاصيلك قدامك اهو. تعالى اهو بعد ما بطلناه الديل مبهر اهو، اتبله ديل مبهر، ابطنه بديل مبهر كويس. وتعالى اهو بنفس الطريقه اهو في ميه ساقعه بتلج. تمام؟ واروح حاطه اهو في سمسم وحبه بركه. تمام؟ واروح قلبه برده هنا اهو الديل، واروح حاطه الديل برده في السمسم وحبه البركه والقلايه دي. تمام؟ تاني اهو، تعالى نعمل واحده كمان. ادي اهو قدامك اهو، ابطنه بدقيق من كل حته، اخلي الدقيق بتاعي في كل حته فيه المبهر بتاعي. بعد ما بهرته كده، بعد ما تقبلته بطنته بالدقيق المبهر، اروح نفس الكلام اهو يا ياسر بص، واروح حطها هنا في السمسم وحبه البركه. وادي التاني التانيه، وادي الديل اهو، اروح مبطناه كده وكده. وتعالى اهو سقطه. تعالى شوف اللي هنا بقى اهو قدامك التفاصيل. بص كده ودلع قدامك اهي، بص عامله ازاي، وبص البوز وبص الديل، هو ده التريك. تعالى بقى وانا بقلي السمك اعمل كمان واحده لدي، وانا بقلي السمك اعمل شويه سلطه بلدي وشويه سلطه الطحينه جنب الرز وجنب الايه شوربه فواكه البحر. قدامك اهو بطنه بالديل مبهر. بعد ما بطنتيه تعالى اهو اروح حطاه هنا اهو قدامك اهو قدامك في ميه بتل، وبعد كده سمسم وحبه بركه اهو، وبعد كده الديل، وبعد كده الديل، وبعد كده اهو اهو. واروح جايبه دي كده اهو جنب كده اهو جنب كده، وانزل دي جنبها. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. تعالى نعلق بقى على شويه الايه السلطه. السلطه بتاعتي وحسن، وحسن يتابع. ابص على الشوربه، ابص على الشوربه، بص الشوربه يا جمال، شريحه الشوربه بتفاصيلها بحركاتها بتكاتها، شويه الشوربه تقلوا ازاي وبقى لهم شخصيه ازاي من الدقيق ومن كريمه. بص الصوص عامل ازاي بتاع الشوربه قدامك اهو زي ما انت شايف اهو العود بتاعه. هجيب لك كبشه عشان تشوف معلقه الدقيق وكوبايه الكريمه عملوا ايه زي ما انت شايف. شويه الشوربه اهم، بص شوف الشوربه عامله ازاي، شويه شوربه بالهنا والشفا. شوف العود بتاعها عامل ازاي يا تفاصيلك. وفي نفس الوقت كده عندي ايه؟ عندي شويه الرز تقليبه كده ختم. الرز بتاعي بيقول لك يا تفاصيله يا حركاته يا تكاته، اهو قدامك اهو. شويه الرز ولا في الاحلام. شويه الرز بتوعك ولا في الاحلام. نار هاديه تمام التمام. طب شويه سلطه الطحينه بقى، تعالى شوف. بحط كوبايه من الطحينه، بص كوبايه من الطحينه اهي. كوبايه من الطحينه، واجيب لها
نص كوباية مية دافية، نص كوباية مية دافية تمام، وأحلها بمضرب سلك كده أهو، أحلها 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 تمام أهو، اتحلت معايا. محتاجة كمان سنة من المية الدافية، اديها سنة مية دافية وحلي حلي 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 اهو قدامك. بعد كده يا حسن ايه؟ بعد ما اتحلت كده قدامك تعالى اديها بقى ايه؟ عصير ليمون، ثوم مهروس، شوية زيت زيتون، شوية ملح، شوية كمون، وشوية من الكزبرة الخضراء. وقلبي قلبي 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 عشان شوية سلطة طحينة لولادك بالدلع كله. والسمك بيحب الطحينة، جاهز كده. طب تعالى نعمل السلطة الخضراء. وحسن اقرص. التركة المهمة بقى، التركة في المهمة عشان السمك يبقى كريسبي. بعد ما يغلي كده، خدي بالك من التركة دي. السمك بعد كده عشان يبقى كريسبي، بعد ما يغلي كده، بص يا ياسر، بعد ما يغلي كده تهدي النار للنص. عشان يبقى كريسبي، خدي بالك من التركة دي، هدي النار عليه عشان يبقى كريسبي. واحنا بنعمل السمك كده كريسبي، تعالى نعمل السلطة الخضراء. عندي خيار اقطعه مكعبات. خيار اقطعه مكعبات. طماطم لحمة اقطعها مكعبات. جزر مبشور. خس مبشور. فلفل رومي اخضر مكعبات. شوية من الكزبرة. شوية شبت. شوية بقدونس. وشوية بصل احمر. والتركة المهمة بقى، شوية فلفل حار. طب تعالى اعمل الصوص بتاعها. الصوص بتاعها عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثوم مهروس، ثوم مهروس، عصير ليمون، خل ابيض، شوية ملح، شوية شطة، وشوية كمون، وشوية مية ساقعة. بص اهو، شوية مية ساقعة بتلج. وقلبي كده مع بعض. بص قلبي 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 اهو دريسنج، وحطيه على السلطه يا تفاصيلك. كده قدامك شويه السلطه. قبل التقديم يا حسن حطيهم مع بعض في الثلاجه لمده ساعه عشان تستمتعي بشويه الويسكي اللي هو ميه السلطه المصريه، الويسكي المصري الاصيل بتاع السلطه. تمام، السلطه جاهزه. والسمك بيقول لك يا تفاصيله. بص السمك بيقول لك حركاته وتفاصيله. قدامك اهو السمك. وقلنا التركه المهمه عشان تستمتعي بسمك كريسبي، بعد ما يغلي شويه تهدي النار للنص عشان تستمتعي بيها. الرز ختم، الرز ختم، الشوربه جاهزه، السمك جاهز، السلطات جاهز، كل قدامك اهو. تعال شوف الشوربه وتعمل ايه. شوية شوربة ولا في الأحلام، شوية شوربة ولا في الأحلام. وعندك كمان شوية الرز الختمين. بص بص الختم يا جماله، يا حركات يا تكات، قدامك التفاصيل اهو. تمام، وعندك شوية السلطة، وعندك السمك المقلي، وعندك كمان شوية سلطة بلدي بتفاصيلهم وحركاتهم وتكاتهم. أهم حاجة بعد ما يغلي السمك كويس قوي تهدي النار للنص. بعد ما تهدي النار للنص هتعمل إيه؟ تسيبيه خالص يستوي وغطي عليه، مش تسيبيه كده في الهواء، غطي عليه وش القلاية عشان يبقى كريسبي. وتكوني مجهزة صاج عليه ما ننشف مطبخ عشان نطلع عليه، عشان لو في أي إيه؟ أي مادة دهنية امتصاه على طول. جاهز كده على طول أهو، السمك هنا وهنا مع بعض، وما تستعجليش. ونطلع سمكنا واحدة واحدة. دي الأول أتأكد إنها بقت كريسبي. تعالى بص التريكات قدامك أهو. تعالى بص بقى، نحطها كده وبص السمسم وحبة البركة عملوا إيه. دلعي أهو قدامك أهو، دلعي قدامك. بص السمسم وحبة البركة، وبص السمسم وحبة، يا جماله يا تفاصيله يا حركاته. شوية دلعي العيال، شوية سمسم وحبة البركة من عندي، من اليد من الراس، وفي نفس الوقت من الديل عشان تدلعي عيالي. وادي عندي جاهزة كمان اهو. حمصي، هدي النار للنص عشان تعملي أحلى شوية سمك لعيالك. يا تفاصيلك.
هدي النار خالص عشان يبقى كريسبي. انا بحب السمك كريسبي، انا بحب السمك كريسبي. كريسبي ازاي؟ بعد ما يغلي شويه في نار عاليه في زيت، تهدي النار للنص عشان يبقى كريسبي كده. تفاصيلك ولا اي حته، التركه دي مش هتلاقيها في اي حته كده. تعالى كده اهو قدامك اهو. يبقى الوجبه بتاعت النهارده شويه رز طماطم، شويه شوربه فواكه البحر، وكمان شويه سلطه طحينه وشويه سلطه بلدي مع سمك مقلي وبولتي وسط قدامك طالعه منوره. اهم حاجه نضفي مره واثنين وثلاثه عشان وانت بتقلي تشم ريحه جميله مش تشم ريحه زفاره. خدي بالك الريحه طالعه قدامك اهو، ريحه جميله مش ريحه زفاره. كده جاهز عندي اهو، طلع لك دي كمان. يا جمالك صفيها كويس من الزيت، وبعد كده اجيبها عشان احطها لك جنبها. بص التركات، بص السمكه طالعه صاحيه. هوب دلع عيالك. انا اعرف اهم حاجه. بقى بتاكد ان السمكه بقت كريسبي، هديت عليها النار اهو. قدامك هديت عليها النار، قدامك هديت عليها النار خالص عشان اطلعها كريسبي كده. اصفيها كويس واحطها، اوقفها كده على حلها، طالعه من البحر بتنط قدامك اهو. دلعي العين اللي بتاكل، لازم تاكل بالهنا والشفا. سمك طالع قدامك وهو واقف على حيله، ليه عاملاه بمزاج؟ وعيالك هياكلوه يقول لك كمان شكر شكر شكر. تعالى برضو اللي صاحيه دي اهو، كله صاحي قدامك بتفاصيله بحركاته بتكاته. بنفس التكنيك هنعمل قدامك اهو السمك، قدامك بكل تفاصيله. حط السمسم وحبه البركه، دلع دلع اهو، والديل كمان قدامك اهو، دلع دلع العيال. يبقى عملنا ايه؟ شويه شوربه فواكه البحر صح الصح، تعمليهم بكريمه، تعمليهم بصلصه، تسيبيهم ساده كلير. وعملنا شويه كمان رز، شويه رز طماطم، وعملنا شويه فتحات السمك المتبله قدامك اهو، متبله فتحناها عشان النار تخش جوه، عشان النار تخش جوه. وفي نفس الوقت قدامك كل حاجه دي، شويه الشوربه اهم، بيقول لك يا جمالهم يا حركاتهم. بقى كثافتهم مظبوطه قوي. وبعد كده تعالى نشوف الرز. الرز خاتم، بيقول لك يا تفاصيله قدامك اهو. يا جماله يا تفاصيله يا جماله، هو ده. عملنا شوية شوربة فواكه بحر، شوية رز بالطماطم، سمك مقلي وسط بلطي، شوية سلطة الطحينة، وشوية سلطة خضراء. ادعي لعيالك ولب الهنا والشفاء، لكن التريكات والحركات لا ناسها. انتظروني.